أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية مني تزف إليكم، فحبا عميقا وترحيبا حارا وتهنئة عطرة من صميم فؤادي. فيا حضرة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور ورئيس هذه الحفلة الشيخ محمد ولي الله حفظه الله تعالى ورعاه، ثم الضيف الرئيسي العميد السابق لكلية أصول الدين والدراسات الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان حفظه الله تعالى، ثم الشيخ الدكتور والضيف الخصوصي ورئيس السابق للدعوة والدراسات الإسلامية الشيخ محمد رضوان حفظه الله تعالى، ثم أساتذة الأجلاء والأحباء وإخواني والأخوات، خاصة طلباء الجدد. إنه لمن دواعي سروري أن أكون أمامكم لألقي خطبة وجيزة. أيها الحفلة الكريم، خاصة أيها الطلباء الجدد، فأتيتم أهلا وطيتم سهلا في فناء هذه الجامعة، فأنتم مخيرون من أنواع المدارسات ومن أنحاء العالم من بنجلاديش. أيها الطلاب، الجامعة هناك عند تجد طريقين، طريق الشر وطريق الخير. أنتم المؤمن كمثل المؤمن، يعني كالنحل، النحل يجلس إلى كل مكان، ولكن النحل لا يأخذ من كل مكان العسل. وأنتم أيضا ستجلسون في كل الجامعة مع الأصدقاء ومع النساء ومع كل من أنواع الطلاب، ولكن لا بد عليكم أن تأخذوا من كل مكان العسل. فهناك المكتبة المركزية، تستطيع أن تذهب هناك وأن تدرس طوال اليوم، وكذلك هناك المكتبة الأكاديمية، فهنا يوجد أساتذة كثيرة كلهم ماهرون في اللغة العربية والإنجليزية وفي أنواع علوم متفرقة، فعليكم أن تأخذوا منهم العلوم المتنوعة والنافعة. أيها الطلاب المتخرجون من هذا القسم، فهم الآن لا يعمل فقط في المهد الإسلامي، وإنما هم يعملون في أعضاء العالم، في أعضاء الحكومة، في الوظيفة الحكومة، فعليكم أن تهتموا بهذا القسم والدراسة جيدا، وعليكم أولا أن تكون مقصدكم هي الدعوة، كما قال تعالى في القرآن المجيد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الأخير سأقول لكم: إن تجدوا أي مشكلة في الجامعة أو في أي مكان، فعليكم أن تتصلوا بنا، نحن سنعينكم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.